طولت ماما ما ضرب بشكلك ما بقى الا تجي. يلا يلا اتصل فيها هلا بدق لها. فوت نام انت. الا بس تجي تفيقني. ها ليش تقور قلبي كغي ماما؟ بدك ببروني؟ حاج غلاظة حاج بدك غلاظة. ماما فوت صباح على خير خلصني تلاقي الخير. ولك فوت اندفس عم اسألها حشري. كيف عندهم كاشف؟ الو ايه ماما وينك؟ ليكني حبيبي ركبت سيارتي وجاي. ايه يلا ماما لانه ابنك صغير بده اياك تعطيه الببرونه قبل ما ينام. جاي جاي حبيبي جاي. يلا ناطرك. مع السلامه. مع السلامه. إذا رجعت على البيت أنا ولقيتك بالبيت خلص راح ننسى كل شيء كأنه ما صار شيء. نرجع مثل الأول وأحسن. رح تزبط تزبط مثلك. وإذا دري الأولاد بشيء الأولاد لحالهم حسابهم غير شكل أنت بتعمل. إذا دريوا الأفضل تنتهي على قدها. كملي على بيت أهلك بكون أحسن. يا ميت أهلا وسهلا اشتقت لك يا بيبي. تعال تعال شوف شو محضرت لك. عاملة هالعشاء كله كرمالك. أنا تعبان بدي نام. شو بالظاهر مرتك ساممت لك بدنك؟ رضينا هي اول واخر مره بتنجاب سيره مرتي هون بهالبيت. الله يرضى عليك يا بس انا ما قصدي يعني. ما قصدك ولا مو قصدك مرتي خط احمر تنجاب سيرتها مره ثانيه. لا بدي اشوفك ولا تشوفيني بقى. خلاص مثل ما بدك ماشي طول بالك. انا اللي ماشي مو انت. ها لك يا بهاء. معقول هالجمال كله هذا يركب تاكسي؟ بعد شوي حتري لي ميكرو. انا ما كنت محل خطيبك. بستاجر لك مكتب تاكسي بحاله بكل تكاسي 24 على 24 ساعه. لا مو مستني بحالي. بين طاير عقله فيني.